ليو غاتشيف لانه في ليو كاين النص القانون اللي يسمح دخل كل التعاونيات صح او جلس في مجلس الحكومه الحمد لله. واحسن شيء في النص هذا نحينا البيروقراطية هذه ودير وكوارط ولا لا غريمو ما لا غريمو ما كانش بعد يولي يتكرهوا الخدمة هذه غير من الجرم. خمسة من فلاحين ولا من موالين خمسة بعضهم ينجموا هما يجيبوا الفلاحين اللي معنيين بالأمر سواء كانوا نحالين سواء كانوا تربية الأبقار ولا ليدو كاين في اللي يحب يخلق كوبيراتيف ولازم تكون عندنا التعاونيات هذه هي اللي راح تدافع وتدافع على المصالح تاعكم متضامنين هذه هي القوة دونك خرج راح يخرج الحمد لله الجلس في مرسوم هذا الجلس وان شاء الله يخرج تكون فيه تسهيلات ما فيش الكوارط ما كاش البيروقراطية خلوا ناس تبدع عندنا خلوا ناس تخدم والتنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم التعاونيات هي الحل الوحيد باش يعني الحل الأساسي مش هو الحل الوحيد ولكن الحل الأساسي الحل الأساسي فيما يخص إنتاج الفلاح اليوم ونشوفه اليوم الحمد لله إنتاج قوي ولكن لازم اليوم تنظيم لازم تطبيق لازم ديسبوزيتيف إنتاج الحمد لله إنتاج راه كاين الحمد لله العام هذا العام نزيدو ولكن باش نزيدو لازم تنظيم لازم تعاونيات لازم تحويل لازم تخزين هذا الشيء كاع يدور على التعاونية وهذا هو الهدف وانا اللحة التعاونية وعلاه اللحة التعاونية تخدم الصندوق وحدك هي تخدم النحل وحده الاخر يخدم لاسير وحده الاخر يخدم البولين وحده الاخر يحب يدير اون بتيت يونيتي كوسميتيك كذا وحده كل واحد ضعيف على مستوى يكون وحده ولكن في التعاونية الصندوق يخرج ملتم التمويل يخرج ملتم التحويل يخرج ملتم التخزين يكون التم حتى إذا يعني اضطرت التعاونية تجيب ولا تصدر القانون الجديد يسمح لها يدير هادشي إذن التعاونية اليوم هي لب الموضوع سي لو نوايو انت الفلاح اللي ينتج وعنده التعاونيه تاعو يجيب واحد غدوه يجي يستلف لابيكولتور يجي التعاونيه يرفد الصندوق يرفد كذا يرفد ليسا من التعاونيه تاعو ما عندوش وين يبيع يجيب التعاونيه تاعو يعني باش تشوف الفائده اللي يجيب هذا وفي كل بلدان لا فورس دو فراب القوه تاع القطاع الفلاحي هي التعاونيات واليوم حليناها حتى تقدروا بلا بخمسة من الناس ديروا تعاونية واللي كانت زمان ما تقدرش دير أكثر من تعاون زوج تعاونيات في دائرة نقولوا يعني اللي يدير العسل ما عندوش الحق يدير أكثر من وحدة في دائرة ديروا لحبيتو 20-30 على حسب الأهمية نحينا القيود هذو وتقربوا الإدارة بصفة عليها تقرب منكم باش على الأقل تعرفوا هاد لي ديسبوزيتيف لازم تكون فيه اون فورس دو كومينيكاسيون سو سا دو فولغاريزاسيون دو كومينيكاسيون باش كاع يكون على بالهم واش هي الهياكل اللي جابتها الدولة في هاد الميدان هذا وخاصة في الوقت هذا بزاف حوايج في الوقت هذا تسهيلات دي ديسبوزيتيف تعاونيات بريزون شارج دي فوت فوري فيه بزاف حوايج